بمسلسلات رمضان. هنروح دلوقتي لميعادنا اليومي مع تقرير عن سماحة الإسلام والأخلاقيات اللي لازم يعني نتعامل بها خلال هذا الشهر الكريم والتقرب إلى الله في أيام شهر رمضان المبارك. النهاردة التقرير هيكون بعنوان سر الدعاء، تعالوا نتابع. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناس كتير مننا بتتكسف تدعي ربنا علشان شايف نفسه مقصر، شايف نفسه مش مدي ربنا حقه، شايف نفسه في العبادة مش قوي، فبيتكسف ويتحرج يقول يا رب، معتقد إن ربنا سبحانه وتعالى مش هيبص لدعوته ومش هيسمع دعوته. لكن لو بصينا في القرآن الكريم هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقولنا كلام كويس قوي، كلام يطبطب على قلوبنا، كلام لما نسمعه هنعرف إن ربنا قريب مننا قوي، سواء كنا ملتزمين أو مش ملتزمين، الباب دايماً مفتوح، الباب دايماً مفتوح علشان تقرب لربنا سبحانه وتعالى. ربنا في القرآن بيقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قالش الناس الملتزمة بس تدعي، قال كل الناس تدعي، كل الناس اللي ليها حاجة عند ربنا، وأكيد كلنا لنا حاجات عند ربنا سبحانه وتعالى، كلنا محتاجين حاجات كتير قوي من ربنا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما كلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفه، لما يسألوك ويقولك ربنا فين، ربنا قريب ولا لا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ادعي أنت بس لربنا سبحانه وتعالى أكيد هيسمعك، أكيد هيطبطب على قلبك، أكيد هيقف جنبك. اوعى تتكسف ابدا ترجع لربنا سبحانه وتعالى، اوعى ابدا تعتقد ان انت علشان بعيد يبقى كده ربنا مش هيسمعك او هيعاقبك انه مش هيستجيب دعوتك. لكن لو انت عايز فعلا دعوتك انت كده كده ربنا هيسمعك، لكن استجابه الدعاء محتاجه شويه اجتهاد كويس منك، محتاجه ان انت تراعي شويه حدود ربنا. وعايز اقول لك على حاجه، ان في حاجه مهمه جدا في الدعاء انها بتقدر، او الحاجه الوحيده اللي ترد القضاء. عارف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لا يرد الدعاء يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، يعني أنا ممكن يبقى تحصل لي حاجة وادعي ربنا فما تحصلش، ده أكيد؟ آه ده أكيد، لأن في حاجات اسمها أقدار معلقة، يعني مثلا أحمد هيحصل له كذا ولو دعا ربنا مش هتحصل الحاجة دي، أحمد هيجي له مثلا حاجة سيئة ولو دعا ربنا مش هيجي له الكلام دوت. فتمسك قوي بالدعاء، واوعى تقول ان ربنا مش هيسمعني، اوعى تعتقد ان ربنا بابه مقفول، ربنا دايما بابه مفتوح للجميع. قرب وجرب مع ربنا سبحانه وتعالى ازاي هيسمعك وازاي هترى منه العجب العجاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.